زهر في زهر نبداو بالخدمه. هي بالخدمه كنت انا ديجا خرجت من المدرسه صغير يعني عندي تاسعه ما عنديش شي نيفو عالي ولا هذه والحمد لله واخا خرجت من الدراسه وليت تنقرا وهذه المهم خدمت بزاف ديال الخدامي دوزت بزاف ديال بزاف يعني كاع لي دومين تقريبا دوزتهم في واحد لابيريود ديال تقول ديال عامين وانا في اخر المطاف تلاقيت مع واحد السيد الله يعمر له الدار لحد الان انا تلا كان كيسمعني انا تنشكرو بزاف يعني محاشوش نتلاقى انا وياه على حساب المهم دخلت خدمت صباغ هذه ودوزت واحد المده طويله في هذاك الدومين وهذاك الشيء المهم واحد النهار انا خدام ديك الساعات وليت ما بقيتش خدام معاه باش كانش نخدم مع راسي وتنمشي تنخدم وهذيك النهار باش تعرف ان الحدود مزيانه انا خدام في واحد البلاصه جد نائيه كاع كيفاش طلع لك الزهر في هذه الخدمه؟ هي قلت لك انا معك غير كنت في واحد البلاصه جد نائيه احتاج هذا ودعمي عارفني عارف الظروف ديالي عارف هذه قال اللهم هذه الخدمه جات اللهم هو هذا واسطه هو هذا السيد ولد عمي وهو هذا السيد اللي عنده هذه الشركه اللي غادي يخدم معاه ولد خالته هو يعني ما عندناش شي عندنا هذاك هو القاسم المشترك بيناتنا المهم جا عندي انه فاش فكر وسولو عرفني تما وجا عند الناس فينا هو جا انا ساكن في مكناس وهذاك الشيء سول واحد الاخ ديالي قال له راه فين خدامه فينا فين وخا هكاك مسكين تعب وكذا وشقا توصل لعندي تما يعني بواحد المشقه باش عرف السلام عليكم انا لقاني يعني سبحان الله ديك النهار راني ساليت واحد هذه غادي نشد واحد الاتعاب وهذه وغادي نعاود قال لي شنو راه جاب الله واحد الخدمه ديك الساعه هي بوينتور غادي ندخل هي بوينتور المهم دخلت في طنجه مغوه دخلت خدمت معاهم واحد تقريبا واحد المده ديال 3 سنين صالير مزيان ديك الساعه دخلت ب 2500 درهم ساكن في شونتي وهذه المهم الاخر حتى لواحد النهار عيطوا لي وهذه ومشيت لكازا قال لك اودي راه غادي تولي انت ريسبونسابل وهذه صافي اذا كنتي مقطوع في واحد الابواب ما كنتش انا كنتي في واحد المنطقه مقطوع بك الحبل تما وليتي انت شويه هنا شويه هنا اذا طلع لك لا ديما انا نحاول ديما انا تنعتمد على نفسي واخا الى الاخر ديما تنحاول لان شويه هادشي هذه واحد الرساله بعدا كنبغي نوصلها يعني تبليت صغير باش نهضروا بصراحه ما نبقاوش تبليت صغير وهذاك الشيء يعني تنعتمد على راسي ما نقولش الباطني ولا هذه ولا يعني صافي بلي قد بالبليه ديالك هادشي اللي تنعرف مسؤول على كل شيء ضروري هذه مساله باينه المهم فاش خدمت ديك الاخر وليت هذه ولا عندي صالير مزيان صالير مزيان بلا ما نبقى سكنا وشيفور وزيد ودي دي بلاسمون ولي بريم ملي انت محظوظ في الخدمه محظوظ حيت كتلقى بناس محظوظ لان الانسان يعني ماشي انا قلبت عليها هذه راه هي قلبت عليك لحد الان شي كتعاود الخدمه قلبت عليك الناس جاو دقوا عليك يعني كنتي كتحس بلي انت مثلا عندك علاقه زوينه مع الزهر تتحات لي واحد ولكن الزهر الاخر اللي بغينا نهضروا عليه هذا الزهر الحلال وانا جيك انا دابا تنقول هي هذا كنقول لك ربحتي 76 مازال ما كملتش مليون لا باش كنختصر شويه نكمل باش يكون شويه ديال المتعه لان باش كنقول لك راه هذا راه هذا غادي نعطيك واحد ديال الحلال وحرام الانسان يعني كيختلف الحلال مع الحرام تيمشي ربما تيمشي يجي يمشي المهم خدمت واحد المده طويله مده تقريبا ديال 9 سنين ولا هذه وانا في هذا الاخر وقع لي واحد المشكل مع الشركه المهم بلا ما نذكر الاسباب وهذاك الشيء كتبقى كل واحد المهم وقفت ولكن في هذيك الوقيته هذيك الوقيته انا اللي كنت هكا كنت كنجلس باش الاخر كندخل شي مزايا تندخل المهم كنشوف شي دراري تيقطعوا شي نويمرات انا اصلا ما كانش عندي ما عنديش مع ذاك الدومين بزاف مازال قولي الدوم شي حاجه اخرى ديال الحرام تنديرها وحدين اخرين كاينين ولكن القمر ما كانش ما كانش عندي ديك الفكره انا اصلا من صغري هذيك القضيه ديال القمر كنعرف السوق وهذيك شحال المسائل كنعرف هذاك الشيء كامل تنعرفو انا ما عنديش هذيك التوجه ديال المهم الدراري تنشوفهم تنكونوا جالسين في واحد البلاصه وهذه بنادم جالس اللي كيشرب شي قهوه اللي كيشرب شي حاجه المهم تنشوفهم تي وهذيك الوقيته انا اللي بديت كنمشي لديك القنت يعني حبست من الخدمه يعني وبقيت جالس ديك الساعه في طنجه وتنقلب باقي يعني كنتسنى باش نصفي شي امورات ديالي وكنجلس في هذيك القهوه تنشوفهم ديما انا اصلا ماشي جيتي باش تقمر ولا شي حاجه ماشي جي لا اصلا تنجلسوا مجموعه الاصدقاء وهذه وكل واحد كيعيش بحياته بالطريقه اللي بغى اللي بغى يدير شي حاجه اللي كان فيها جميع المزايا توتوبسيون كما تنقولوا المهم اللي بغى كل قال لي راه نشركوا في شي ورقه قلت له هاك بسم الله انا عطيته لديك الصديق المهم قطعنا ويا ديك الورقه جاب الله واحد الناصب
شنو هذا النصيب؟ لا تقريبا شي 76 مليون، ديك الورقه جاب الله فيها واحد النصيب وقسمنا هذيك 76 مليون. اه قسمنا. هذه اول مره قمرتي فيها؟ آه اول مره، ما جمع عمري انا كنقول لك اصلا ما عنديش، لا كنت ديجا هذاك الشيء ديال تمشوا كالاخر الحبال وهذيك التخربيق وهذيك ماشي على الفلوس، كنلعب في القهوه الرامي وتلعب مزيان وتلعب بالاخر، ما انا ما عنديش ديك القضيه ديال القمر ما تدخليش. ولكن انا بغيت نرجعك انا كيفاش منين عيط لك صاحبك ولا منين مشيتي واكتشفتي بلي انت ربحتي؟ لا جاتني زعما شنقول لك انا قلت كيفاش حسيتي بها؟ اه ده ضروري، واي واحد دابا لا اي واحد دابا جربتيه، احنا ما مجربينش، انت دابا جربتي شديتي الفلوس. لا لحقاش اصلا ديجا داك الشيء ما كنتش انا باغي، ديك الساعه كنت باغي نقلب على خدمه اخرى، ما كنتش كاع يعني لا يعني اللحظه اللي جيتي فيها ربحت. بالنسبه للانسان راه ربح واحد المليونات راه ضروري تيكون، ما كنتيش عوال عليهم، ما كنتيش عوال عليهم، راه ضروري الفرحه راه انسان اي واحد. قسمتي 76 انت وصاحبك ولا جاتك؟ لا لا قسمنا انا وياك، جاتكم 38 مليون لواحد. واخا منير شكرا، زال غنرجعو نكملو القصة معاك ونشوفو